للمزيد ينضم إلينا أيضا من عمان مسؤول الإعلام في اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليم عويس. أهلا بك سيد سليم. نبدأ من الملف الإنساني الذي وصفت وسام لنا إياه للتو، وضع الطفل في قطاع غزة حسب ما شاهدت أنت خلال زيارتك للقطاع قبل أيام كمسؤول في منظمة أممية. نعم، يعني للأسف وضع الأطفال وضع خطر للغاية. نتكلم عن ما بعد الكارثة الإنسانية، نتكلم عن يعني لا نستطيع أن نسميها حياة ما يعيشه الأطفال في قطاع غزة. فعلا منذ دخولنا القطاع نستطيع أن نرى عمق ومدى الدمار، ولكن نستطيع أن نشعر بعمق المعاناة، لأنه يعني للأسف وإن كانت الشاشات تحاول نقل القليل من يعني المعاناة للمشاهدين، للأسف لا تعكس الواقع. الواقع أسوأ كثير من مما نشاهده. نحن نتكلم عن أهالي وأطفال لا يستطيعوا تأمين حتى أقل يعني الأساسيات لعائلاتهم، إن كان مياه، إن كان طعام، إن كان رعاية صحية أو أدوية وما إلى ذلك. طبعا كما نشاهد على شاشاتكم وضع المياه والصرف الصحي هو وضع خطر جدا، وخصوصا في موضوع انتشار الأمراض والأوبئة كما جاء في التقرير. طيب سيد سليم، وصفت أن ما يعيشه الأطفال لا يمكن وصفه بحياة في قطاع غزة، ومن أبسط مقومات الحياة لدى الطفل ومن أبسط حقوقه هو الحصول على الأهل، وكنتم في مهمة لشمال غزة لم شمل بعض الأطفال مع عائلاتهم، هل حدثتنا أكثر عن هذه المهمة؟ نعم، يعني للأسف بسبب العنف الشديد فقد الكثير من الأطفال أهاليهم، انفصل العديد من الأطفال عن أهاليهم بسبب تغير المكان، النزوح المستمر، الإخلاء السريع. ما كنت فيه يعني هو مهمة من جنوب وسط القطاع إلى شمال القطاع، وبالعكس من شمال القطاع إلى جنوب وسط القطاع، حيث استطعنا يعني لم شمل 7 أطفال من 4 عائلات مختلفة في هذه المهمة. هذه ليست المهمة الوحيدة، كنا قد تمكنا من يعني لم شمل بعض الأطفال، ولكن طبعا الأعداد التي قمنا بلم شملها هي قليلة جدا مقارنة مع الأعداد الموجودة في قطاع غزة، ولكن هذا قد يكون يعني نجاح صغير نحتفل به، لأنه كل طفل فعلا من حقه أن يكون مع أهله، من حقه أن يكون في ضمن رعاية. طبعا هذه المهمات هي مهمات ليست بالسهلة، يتم التنسيق على مدى أسابيع والحصول على الموافقات لتخطي نقاط التفتيش وخطوط التماس، ومع ذلك بالرغم من كل التحضيرات وكل الموافقات الأولية في كل مرة ننتظر آخر يعني موافقات في نفس اليوم. وهذه المهمة بالذات على سبيل المثال كانت هذه رابع محاولة لنفس المهمة خلال أسبوع تقريبا، رابع محاولة حتى سمح لكم الجانب الإسرائيلي بالدخول إلى القطاع. بالطبع يعني كان هناك موافقات أولية، ولكن يوم الحركة يتم إلغاء هذه الموافقات. طيب ماذا عن سهولة التنقل داخل القطاع وصعوبة المهمات، صعوبة تنفيذ هذه المهمات الإنسانية في ظل الواقع الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين؟ بالطبع يعني هذا مهمة لم شمل الأطفال هي جزء من عملنا، ونرى كم هو صعب، ولكن حتى الحركة داخل القطاع وداخل حتى المناطق التي تسمى مناطق آمنة، ونحن نعلم الآن أن ليس هناك مكان آمن للأطفال ولا لعمال الإغاثة الذين فقدنا منهم أكثر من 270 زميل خلال 10 أشهر الماضية. إيصال المساعدات إلى مستحقيها أينما كانوا في قطاع غزة هو أمر للأسف شبه مستحيل في أرض الواقع، مع كل الجهود التي تبذلها اليونيسف والمنظمات الأممية الأخرى والمنظمات الدولية والمحلية. يعني الكل يحاول جهده أن يصل إلى الأطفال والعائلات أينما كانوا، ولكن هذا الأمر
جدا صعب بسبب اولا انعدام الامان، ثانيا الطرق غير المجهزه التي يعني دمرت للوصول، القيود التي توضع على التنقل وخصوصا بين الشمال والوسط والجنوب، والمناطق التي يتم فيها يعني مواصله القتال والتي يعني تعتبر مناطق صعب الوصول اليها، كل هذا يجعل مهمات الاغاثه صعبه جدا، وبالتالي ليس فقط عملنا هو الذي يتضرر، ولكن نحن نخاطر بحياة مئات بل آلاف من الأطفال والمدنيين في قطاع غزة. طيب، أبرز الأمراض التي يواجهها الأطفال أكثرها انتشارا في قطاع غزة وأكثرها خطورة، وكانت الزميلة قبل قليل أشارت إلى مرض شلل الأطفال وخطورته وبدأ انتشاره في القطاع وبين أطفال القطاع. نعم، يعني للأسف نشهد الكثير من الأمراض بداية، يعني عندما كنت أدخل على سبيل المثال، عندما كنت أدخل إلى مخيمات النزوح أو الملاجئ وما إلى ذلك، أول شيء تصادفه هو الطفح الجلدي على جلد الأطفال، على أجسام الأطفال، وهو أمر منتشر بشكل كبير جدا، وهو معدي ويشكل فعلا قلق للأهالي، لأنه هذا المرض ليس فقط هو طفح، ولكن هو طفح مزعج، حكة وألم، عدم نوم في الليل مع ارتفاع درجة الحرارة، هذا أمر خطير جدا ويشكل عائق حتى يعني السلامة النفسية للعائلة بشكل عام. قبل أيام شاهدنا أماً تشتكي إصابة طفلها الرضيع وعمره 7 أيام من الطفح الجلدي الذي ذكرته الآن بسبب تراكم النفايات في القطاع. نعم، الاكتظاظ الشديد، تراكم النفايات، البنى التحتية من صرف صحي ومياه غير موجودة، مما يسبب فعلا تعرض كل هؤلاء الأطفال إلى الممرضات التي هي موجودة في هذه البيئة غير الصحية. طبعا هناك الخطر الأكبر اللي هي الأمراض الأخرى، مثل التهاب الكبد الوبائي، مثل الإسهالات، الأمراض المعوية والأمراض التنفسية، هناك الكثير من الأخطار، وطبعا على رأسها الآن للأسف يعني شهدنا وجود سريعا أستاذ سليم، أمس شهدنا أيضا قصفا إسرائيليا على مدرسة مصطفى حافظ تؤوي نازحين ومنهم أطفال، كيف تتابعون أنتم في اليونيسف هذه الاستهدافات؟ للأسف خلال 10 أشهر شهدنا عدم احترام للبنى التحتية التي يعتمد عليها الأطفال وأهاليهم، هناك بحسب القانون الدولي يجب احترام وحماية البنى التحتية من مدارس ومن مستشفيات، حماية الأطفال أنفسهم أينما كانوا، وحماية طبعا النازحين واللاجئين. للأسف خلال 10 أشهر شهدنا الكثير من الاستهدافات لهذه المدارس ولهذه المستشفيات، بعض الاستهدافات أو أغلبها على بالأحرى طالت العديد 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 من المدنيين ومن الأطفال، وللأسف لا تخلو تقريبا أي هجمة من يعني أطفال، إما يقضوا بسبب هذه الهجمات أو يصابوا بشكل خطر جدا. يجب أن تتوقف هذه الهجمات، ويجب أن يعطى الأطفال وعائلاتهم والبنى التحتية التي يعتمدون عليها كل الأولوية بالحماية بحسب التزامات أطراف النزاع بالقانون الدولي. شكرا لك مسؤول الإعلام في اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليم عويس، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.